حش سيمان, a digital tools expert from L.A.L, Lebanese alternative learning. هالفيديو هذا جزء من المدرس project, ومن خلاله رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Peardeck. Peardeck هي أداة بنستخدمها إذا بدنا نخلق نشاط يتفاعلوا معه التلاميذ إن كانوا عم يتعلموا بالبيت أو بالمدرسة. بيستخدم Peardeck مع جوجل سلايدز, يعني إذا عنا presentation محضرينها على جوجل سلايدز وبدنا نزيد quiz أو poll أو حيلا سؤال أو exit ticket تيقدر التلاميذ يجاوبوا عليه, فينا نعمل هذا الشيء من خلال Peardeck. خلينا نشوف كيف. رح نشوف هلأ كيف فينا نستخدم Peardeck على جوجل سلايدز. أول شيء بكبس plus blank لبلش new presentation. رح سمي البرزنتيشن مثلا لنقول عم نتعلم عن الكالتشرز. الفكرة هون انه كيف خلي التلاميذ يتفاعلوا مع البرزنتيشن اللي انا عملته, وهيدا الشيء رح يصير من خلال Peardeck. سو بنكبس على add-ons, بنعمل get add-ons, بنقي انه انا بدي Peardeck لانه فينا اعمل add-ons لكتير من الاونلاين تولز. رح نقي Peardeck وبكبس على install continue, وهيك بيصير عندي Peardeck على الجوجل سلايدز. سو مثل ما شايفين عمالة اليمين هول هن الأشياء اللي فينا استخدمهم مع Peardeck. فينا حط سؤال, فينا حط multiple choice أو محل ينقوا منه خيارات, فينا حط افتح لهم مجال انه يكتبوا رقم أو حتى يفوتوا على website. سو رح سمي التايتل هون مثلا cultures, ورح أطلب منهم هون through التكست, بكبس على التكست, بعمل update slide وبكتب هون السؤال يلي هو مثلا what do you already know about cultures. اكيد مثل ما شايفين هيدي اللي هون ما منشيلها لانه اذا شلناها ببطل انا كون عم بشتغل على Peardeck فبتضل عندي. بكبس هلا new slide, بنقي option تاني, رح نقي multiple choice مثلا ورح اكتب هون is part of the culture, وحيكون multiple choice رح أعطيهم خيارات ينقوا منها. بكبس next وبكتب الخيارات, مثلا ححط هون tradition, celebrations, all of the above, وبعمل update للسلايد وهيك بيصير عندي سؤال تاني. رح أعمل كمان another slide. السؤال هالمرة حيكون مثلا how many cultures are there in the world, بنقي مثلا أنه يقدر يحطوا رقم, update slide, وهيك بيكون صار عندي جاهز. رح أعمل كمان بعد سلايد أفرجيكم كيف فينا نستخدمهم كلهم. هون حأطلب منهم أنه يقروا article عن a culture, فرح أكتب let's read the article together. بكبس على الwebsite, بعمل paste للأرتيكل, update slide, وهيك بيكون الأرتيكل صار جاهز. هلأ رح أفرجيكم شو منعمل من بعد ما نخلص. ما بعمل share من هون, ضروري اكبس على start lesson على اليمين. سو بكبس start lesson, هون طالبين مني انه كفي my free account, رح كفي, رح اعمل login with google, teacher, sign in. هون كمان Peardeck دايما بيطلب انه يصير عنده access على google account, رح اعمل allow, بس حط الكود واسم المدرسة اللي انا بشتغل فيها. فينا يكون عندي premium feature لمدة 30 نهار ومن بعدها بقدر بس استعمل أشياء محدودة اللي أنا فرجيتكم إياهم هون. كل هولي فيني أنا استخدمهم for free, وهولي لازم يكون عندي premium account. سو أنا لمدة 30 يوم فيني استخدم هالfree premium features. بما أنه أنا رجعت عملت login من الأكاونت تبعي وعطوني for free premium features لمدة 30 يوم, بقدر استخدم واحدة من هولي. سو رح أعمل draw for example, update slide, وفيني أطلب منهم هون to draw or write whatever you know about cultures or any information you learned from the article. Okay, بكبس start lesson, بنرجع لنمشي الدرس. وفينا نقي إذا أنا بدي يكون student based, يعني بيشتغلوا فيه التلاميذ على راحتهم, ولا أنا بكون عم بتحكم بالسلايدز. رح أعمل student based activity. So هون إذا نحن مستعمل Google Classroom فينا أعمله share دغري على Google Classroom, أو فينا أعمل copy join link وأبعت لهم إياه على البلاتفورم اللي نحن بنستعمله. هلأ رح فوت أنا على اللينك كأني تلميذة. بيسألوني بالأول which is nice, how are you feeling today. هون ببلشوا الأسئلة what do you already know about cultures, بكتب الجواب هون, بروح على السلايد الثانية is part of the culture, tradition, celebrations, all of the above, بروح على السلايد الثالثة how many cultures are there in the world, لنقول 23, سلايد الثالثة
Let's read the article together. هون بفوتوا بيقروا الارتيكل. Slide اللي بعدها. Draw to explain an information you learned from the article. So بيكون عندهم the drawing options وفين يرسموا. فين يكتبوا أو يستعملوا مختلف الألوان ليشرحوا شو فهموا من هالارتيكل. فحيلا presentation عندكم إياها فيكم تحولوها لشي fun يقدروا ينبسطوا فيه التلاميذ ويتفاعلوا معه. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو. Stay tuned حتى نتعرف سوا على غير online tools وكيف نستخدمهم بالفيديوز اللي جايين.